يعني احنا بالعكس عندنا تحلل اكتر. كان مسافه كانت 120 متر دي هتقلل السعر الارض. اللي هيجي ياخد 120 متر ده مش هياخد 120 متر عشان يشتريهم بنص مليون جنيه. هو هدفع نص مليون في 120 متر هعمل جوه ايه؟ كلامنا قايمنا على 70% من 120 على 84. الخلف والامامي حتى من الحدود الخلفي والامامي مالوا حضرتك؟ لا انا قصدي هي الارض مساحتها صغيره وكمان مبني على نسبه 70 فكده يبقى انا طالع بشقه مثلا مساحتها 75 متر. 75 متر دي 3 اوصال صغيره مش مميزه بالنسبه لل 70% في 120 حضرتك 84 وبطلع فوق ببني سبيرتي في الامام فبالتالي بيديني على الواقع كمان حضرتك 10 متر فبالتالي بقت 84 متر. 84 ما احنا شلنا السلم 10 هي 84 السلم جزء من المبنى. ما ايوه طيب بس مش فراغ الشقه 84 هذه هي المساحات اللي احنا بنتكلم على ان الناس اللي كانت قاعده هنا دي تقدر تشتري تقدر تشتريها وتقدر تشتغل. بص يا دكتور هو في ممكن حد انما موضوع الضم ما لو النسبه تقل عن كده يعني بدل ما نسبه الفراغات تقل عن كده يعني فالحته الفراغات انهي فراغات؟ اللي هي اللي 70% يعني قلبنا على 80 مثلا يعني يبقى المساحه المبنيه اكثر هتبقى 80 احنا بنين على الصامت يمين وشمال الجار على السيتباكس على الصامت والامام انا عندي ردود اظن متر واحد او مترين مترين في الامام متر ونص وثلاثة ورا ثلاثة ورا كتير ثلاثة ورا بعرض الواقع 30 متر يعني ثلاثة ورا كتير ليه بقى؟ النهارده انت عندك ثلاثة اللي وراك يديكي ثلاثة لان هو لما عاوز ينهي هنا الحقيقة لازم تبقى سنة كله حاجة عاوزة تبقى بس لازم ادخل بقى جوه هتحتاج بقى هتحتاج شويه جوه بس احنا شويه انما يا ريت معلش هو انا مكتب المكتب الشرعي انا عايز اعمل ايه؟ انا رحت للدكتور سعيد غادي الاكاديميه انا رحت مدارس هو قال لي يعني رحت للدكتور سعيد تعمل لي بقى لو حد فقلت له ايه؟ قلت له خلاص انا كده اعمل لي بقى ايه؟ وعرضها على مصر. ليه بقى؟ انا لو وزرتها هجيب المقاولين ومش عارف ايه ده يقعدوا يشتغلوا 4 سنين 10 سنين. لا طبعا لا هي بتتكلم عندي المبنى اللي هو قلنا عليه بالظبط.